ما معنى قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين؟ أي أن يعرفن بالعفة والطهارة فلا يؤذين، فإن الفاسق والفاجر أبعد ما يكون عن الطاهرة المحتشمة وأقرب ما يكون من المتبرجة السافرة، لأن الفاجر والفاسق يعلم أن هذه المحتشمة التي حاربت الأهواء وأطاعت ربها ستكون من أصعب الناس، فليش يعور رأسه يروح الطريق الأسهل؟ وهذا لا يعني طبعا أن العفيفة والطاهرة لا يمكن أن يتحرش فيها أحد، لا ممكن، لكن نحن نقول أن هذا العمل عبارة عن وقاية، يعني أنت اليوم تلبس حزام الأمان وتقود بسرعة معتدلة وتكون حذرا لتنجو بإذن الله، ومع هذا كثير من طبق هذه الأمور مات. فهل سيخرج عاقل ويقول خلاص يا جماعة سق بأسرع سرعة ولا تلبس الحزام ولا تنتبه في الطريق لأن هناك أشخاص ساقوا باعتدال وانتبهوا وربطوا الحزام ثم ماتوا؟ كلام مجاني، لكن ستقول أن من يلتزم بهذه الأمور بإذن الله سيكون هو من أقل الناس تعرضا للحوادث.